هبدأ هنا في المين بيج بتاعتي، هقول له والله انا عايز اعمل ديزاين، هتبقى هي الرئيسيه بتاعتي بدي سلاش ديب عشان ما انساش في الاخر. الديب دي هتعمل فيها ايه؟ هديها اي دي، تمام، هديها اي دي، الاي دي ده سميها زي ما انت عايز تسميها، سميتها سامبل 1. طبعا هديها كلاسز الستايلنج اللي انا عايزه زي ما انت عايز، زي ما انت حابب. انا مش يعني هحاول اخفف قدر الامكان لان انا عايز اوصل للفكره بتاعتي بدون يعني ما اخش في تعقيدات دلوقتي تفصيليه. عملت ديفايه ثانيه خلاص، بحيثنا الديفايه دي اللي هي سامبل 1 دي الرئيسيه بتاعتي. هعمل ديفايه ثانيه اللي هي هسميها الاي دي، هسميها كومبوننت كونتنت، يعني المحتوى بقى الخاص بالمكونات بتاعتي اللي على الصفحه اللي انا هشتغل عليها. وطبعا دي انا ممكن اديها كلاس من الكلاسز الشهيره، يعني في ديمو بادنج في ديمو كونتينر، وممكن اكتب لهم سي اس اس بتاعهم او استخدم اللي موجود بشكل مباشر على طول، تمام؟ زي ما انا حابب يعني. ممكن مثلا دول اشتغلهم، وممكن اقول والله انا هكتب ستايل. طبعا في حاجات هنتعرف عليها في الاوراكل جيت ستايلات جاهزه يعني، لكن انا ممكن اقول والله انا عايز اخد مثلا عرض الصفحه بالكامل، عرض الصفحه بالكامل، فاقول له ستايل واكتب بقى السي اس اس اللي انا عايزه. مثلا اقول له ويت عشان اعمل خط خفيف كده 1 بكسل، وبعديها هقول له مثلا المينيمم ويدث هديله 100% من الصفحه، معناها ان انا عايز اخلي الدفايه دي تبقى ايه؟ دفايه يعني دفايه طبعا يعني قطعه طبعا هي غير مرئيه لغايه ما انا احط عليها اللي انا عايزه. ف زي ما اقول اللوحه اللي هحط عليها الشغل بتاعي. انا عملت لوحه طبيعي سميتها كومبوننت كونتنت، واديتها عرض الصفحه كلها، بحيث ان الصفحه جت على الموبايل جت على الويب بتستريتش على حسب الايه ال 100% بتاعتها زي ما احنا عايزين، تمام كده؟ طيب هعمل ايه بقى؟ هعمل ديفاي ثانيه، دي هتبقى اسميها ديفاي الهيدر، او ممكن اعمل اكثر من ديفاي طبعا. انا هعمل سلاش ديف، ودي الديفاي دي هديها اي دي عشان ما انساهاش، هسميها الهيدر مثلا موديل، ماشي؟ الهيدر موديل ده بالنسبه لي الديفايه اللي هحط فيها اللينكات والحاجات الاساسيه اللي موجوده فوق، اللينكس والحاجات الاساسيه اللي موجوده فوق. طبعا ده كله تجهيز، شويه ديفز كده جوه بعض تقسيمه، لكن لسه ما اشتغلتش اي حاجه. هبدا اشتغل اول كنترول عندي في الكنترولز الخاصه بالاوركل جيت، هتتعرفوا عليها. اول كنترول التاجز بتاعت الاوركل جيت ليها كومبوننتس خاصه بيها زي الاتش تي ام ال بالظبط، بس حاجات تبقى خاصه. ماشي يا استاذ عزيز، تمام. قصدي على الدفايه الثانيه يا دكتور، قصدي على الدفايه الثانيه. دفايه ايه؟ اللي تحت، ايوه هي دي اللي تحت، ايوه هي دي. ايه؟ اللي في النص يا دكتور، الديف اللي في النص. والله انا على قبل دي، انا قبل دي ما اعرفش تقصدوا ايه بقى. اللي تحتيها بقى الديف زي مظبوطه كل حاجه. الباك سلاش يا دكتور في القفله، بس الباك سلاش في النص الثاني. قصدي ايوه قصده كده يعني. من الدقه اللي انتوا فيها، بس بخليكم معايا بس على الخط في اللي جاي. ماشي. بنقول ان التاجز بتاعت الورك جيت، تمام. انا افتكرت ان الدفايه عامله صوت ولا حاجه عندي اقفلها ولا حاجه. طيب التاجات بتاعت الورك جيت دايما هتلاقي في تاجز خاصه بيه عشان يعمل لك اشكال معينه، زي اولهم دايما بيبداوا كلهم بالاو جي. لما تلاقي اي تاج اول او جي تبقى انت فاهم ان ده تاج الورك جيت مجهزه لنا، و وعشان نقدر نشتغل من اول التاجز هناخدها ان شاء الله حاجه اسمها البطن،
الباطن ست، الباطن ست، وبقول باطن ست في عندي مالتيبل وفي عندي ون. المقصود بيه ايه؟ ان في الاخر الباطنز بس بتختار يعني ست، ست اوف باطنز يعني مجموعه من الزراير، مجموعه من الايه؟ من الزراير، بس في الاخر بتسلكت ايه؟ وان باطن. طب ده كنترول جديد اول مره استخدمه، على طول تجري على طول كده تقوم عامل كده وتقوم داخل وكاتب باطن ست اوراكل جيت او كوك بوك حتى من غير اوراكل جيت اساسا. تمام؟ على طول هيوديك على اوراكل على طول. فتلاقي في مين هو هنا موديني على المين، انا عايز ال1 مش مهم. باتن ست 1 يعني ما تزعلش نفسك. اهو باتن ست 1. على طول موديني على ورقه الكوك بوك وهتلاقي مثال توضيحي يعني ايه باتن ست. ادي الباتن ست اللي انا بتكلم عليها. تمام؟ ادي باتن ست مجموعه من الازرار كده زي ما احنا شايفين. تمام؟ بس في الاخر انا سلكت ايه؟ 1 باتن. ويديك امثله. وعلى طول عايز تشوف ال HTML بتاعها في الداخل هنا بيوريك اقرا طبعا عشان هتلاقي الامثله عندهم امثله طويله لانه بيعملوا امثله كتير. هتلاقي ايه الشغل بتاعها وهتلاقي كمان في الجي جي اس تلاقي الشغل بتاعها وهكذا. تمام؟ يعني دايما ما تسيبش نفسك كده يعني اتحرك. بس طبعا الاولى انك اللي اتعلمته تطبقه من الاول بعد كده تبدا ايه تنطلق للاعلى تمام او للاوسع للحاجات الاكثر. طيب انا قبل ما انسى هقفل الايه الاوجيت باتن سيت. تمام؟ الاوجي باتن سيت ديت انا هعمل لها ايه؟ هديها كلاس من الكلاسز اللي هي بتاعت ورك الجيت بتاعتنا اللي هو اوجي باتن سيت. بعد باتن سيت في عندي ويتس. طبعا لاحظوا ان هو بيساعدني طبعا حسب الحاجات اللي انت منزلها. انا منزل طبعا الاكستنشنز بتاعت ال انا بس اخترت يوتيوب بس على العموم انت لو عايزه يساعدك هو ساعات بيعلق بصراحه بس يعني هو مفيد في الاكستنشنز. هتنزل هتبحث عن جيت هتنزل هتلاقي اوراكل جيت كور هتعملها انستول موجوده في الفيجوال ستوديو كود. اما لو انت شغال على النت بينز هتلاقي الدنيا كلها بينز متظبطه تمام من غير ما تنزل ولا اكستنشن ولا بتاع. تمام فلقيت ايه او جي باتن سيت ويث اوتو يعني حجمها على حسب النص اللي انا هحطه جواه. طيب كلام جميل. ايه تاني؟ حاجة مهمة تانية قيم بقى اللي موجودة في الباتن سيتس الفاليو. تمام؟ الفاليو هجيبها منين يا عمي؟ الفاليو قلت له هجيبها من فاريبل اللي انا هظبطه لك اسمه مثلا ايه؟ الكرنت موديل. يعني ايه الكلام ده؟ ايه الحتة الغريبة دي؟ بص في اختلاف بسيط ما بين ال انا رديت على البلاي ليست ستوكين بوتش موجود. في اختلاف بسيط ما بين النوك اوت والنوك اوت داخل الورق الجيت. يعني شايفين الحته بتاعت فاليو دي يا شباب؟ دي كنا بنكتبها في الورق الجيت العادي ازاي؟ بكتب داتا بايند بتساوي مايل له الفاليو كولون مايل له الكرنت. هل في حد ما يعرفش دي معناها ايه؟ خدناها قبل كده سهل صح؟ ما فيش مشكله. اما في الشكل بتاعها الاسرع في داخل الورك شيت انك تعمل كده تكتب اسم البروتو بيساوي بس تحط له ليه القوسين دول بس كده واقول له كرنت موديل دي ايكوال دي دي ايكوال دي دي هي انا حتى مش همسح دي خليها لكم عشان الناس تبقى ايه فاكره ان دي يعني ما وقفهاش ما اعرفش ليه ممكن وقفها كده. المهم يبقى دي كده بشكل مختصر للفكره بتاعت الايه النوك اوت اللي بالشكل ده ماشي. وكده انا بقول له الفاليو هتجيبها من الفاليبل ده سهله قوي وشكلها بسيط جدا ومش محتاجه او مش محتاجه اي تعقيدات والله اعلم. تمام؟ طيب جوه الباتن سيت
ابدا اعمل اشتغل على زرار زرار يعني بطن بطن بقى ده اعمل في ايه الثاني ده الثالث ده الرابع ده الخامس ده كده تمام بحط بطن بطن بحط ايه بطن بطن او اوبشن اوبشن زي كده سيلكت اوبشن اوبشن فهو الاقي حاجه اسمها او جي او جي اوبشن او جي اي اوبشن واقفه بسلاش او جي اوبشن تمام ايه اللي احط في الاوبشن اوبشن ده اول بطن جوه البطن سيت يعني اول زرار جوه الايه جوه البطن سيت طبعا اديله اي دي مثلا اقول له بي تي ان 1 مثلا ده اي دي بتاعه اي اي دي الفاليو قيمته ايه القيمه اللي هيشتغل عليها ايه هو يبقى حسسني قيمه اسمها بيج 1 يعني ده انا هعمله للبيج ايه للبيج 1 ماشي وما بين اوبشن وسلاش اوبشن هكتب الكلمه اللي انا عايزها مثلا هكتب مثلا بيج 1 او طبعا صفحه الامبلويز او الكاستمرز او اللي انا عايزه بقى فاهمين بنفس الكلام ده نفس الاوبشن ده هشتغل على باتن 2 اللي بيشتغل على بيج 2 وهنا بيج 2 نفس الكلام هنا على باتن 3 بيج 3 بيج 3 ايه اللي انا عملته؟ يا جدعان انا بعمل زي منيو بس بستخدم لكم كومبوننت من بتاعت الجيت بس مش اكتر من كده. حاجه كده. عايز اعمل لكم زي منيو كده تبقى في الصفحه من فوق اكن ده الهيدر كده اكن ده الايه؟ اكن ده الهيدر بتاعنا في اي مشكله؟ اكن ده الهيدر بتاعنا اللي احنا حاطينه. وابدا احط فيه بقى ايه شويه اللي هي اللينكات هتبعت لي للصفحات. شويه ايه لينكات تبعت لي الصفحات بتاعتي بس ماشي وخلصنا اكن ده الهيدر دي الدبايه بتاعت الايه الهيدر اللي احنا قلنا عليها دي الدبايه مثلا بتاعت الهيدر اللي احنا قلنا عليها ماشي طيب اخرج بره الهيدر موديول دي خليني جوه بعديها على طول بعد المحتوى ده الجميل ده انا عاوز اعمل ايه عاوز اخد اول بقى عنصر اول من الحته دي يعني اكنك بالظبط عامل كده اكني جيت هنا وقلت قال والله دي البيج بتاعتي دي الدفايه يعني تمام وقمت جاي هنا عملت شويه كنترولز كده ولينكات صح ولا ايه عملت شويه كده ايه لينكس كده اهو اي كلام وقمت جاي بقى عايز اقول له ايه الحته اللي جايه دي هنا بقى دي الحته دي كده متغيره على حسب البيج عايز اقوله هنا دي تمام عايز اقول دي بقى بتتغير الحته دي بتتغير على حسب البيج دي الحته دي احنا بنسميها ايه في الاوراكل جيت الحته دي كده تمام بنسميها او جي موديل اللي بيقول لك ان دي حته متغيره اسمها الاو جي عايز اقول الحته دي بس هي اللي بتختلف ودي الاورجينال طبعا ممكن يكون حاطط تحت كمان هنا فوتر هنا بتاع يعني عايش مع نفسي ما عنديش مشكله خلاص لا انا حاطه تحت لا انا حاطه تحت او اللي حاطه فوق او اللي حاطه على الجنب ده انا حر فيه لكن الدفايه او الحته اللي اقول فيها انا او جي موديوم يبقى دي مكان دي البرواز ده النافذه ده الشباك اللي هتبقى فيه ايه صفحه بتتفتح وصفحه بتقفل وصفحه بتقفل وصفحه بتروح وصفحه بتيجي والباقي ايه ثابت دي فكره ان سنجل بيج ابلكيشن ابلكيشن يبقى قايم على سنجل بيج الصفحه الرئيسيه ومنه كله بيطلع من جوه كل واحد يطلع من ايه؟ من جوه. هنا تاني او تالت تاج ناخده في الاوراكل جيت اللي هو او جي موديل سلاش او جي موديل خلاص فاهمين ده هيعمل لي ايه؟ يعمل لي ايه؟ هيعمل لي فكره الشباك ان الحته دي حته انت بتستلمها من مكان تاني. طبعا الحته دي لازم يستلمها من كونفجريشن لان دي لازم يكون لها اعدادات بقى ايه الصفحات وايه اللي هيفتح وايه اللي مش هيفتح تمام؟ وايه اللي هيفتح وايه اللي مش هيفتح. هعمل برضو كده هستدعي زي ما استدعيت كده يعني كونفج بيساوي زي ما كنا بنقول فاليو بتساوي في الاعدادات بتساوي هي نفس الفكره بالظبط. واقول له هنادي على حاجه اسمها موديول كونفج. هعمله ان شاء الله هبرمجه لسه. يعني هتلاقي في صفحه الجي اس في حاجه اسمها موديول كونفج
هي دي اللي هتجيب منها الاعدادات بتاعتك وايه اللي هيفتح وايه اللي مش هيفتح. وممكن اديها كلاس مميز، اي كلاس كده بسيط. في عندي ديمو كان ايه بلو باك جراوند، بلو ليه؟ عشان بس ايه كل بيج تفتح تبقى عليها يعني لون ازرق كده خفيف، ورا تحس لما تيجي تفتح الصفحه الداخليه تبقى عارف ان دي ده المحتوى بتاع الصفحه الداخليه، عشان اميزه ليك انت عينيك مش اكتر من كده، عشان اميزه بس فقط لعينيك انت، انك تبقى شايف ان والله طبعا انا البيج دي عمرها ما هتشتغل دلوقتي، ما اقدرش نشغلها. ليه؟ عشان حاجات اساسيه لازم تكون موجوده عارفها. ايه هي؟ انت استخدمت الاو جي OG button set صح؟ يبقى لازم الجي اس المرتبط بصفحة الاندكس، لازم الجي اس المرتبط بصفحة الاندكس يستدعي الاو جي button set عشان تشوف الاو جي اوبشن بتاعتها. والاو جي موديول انت استخدمت لازم يكون مستدعى، لان ده اصلا في الاساس في الاصل ملف في جي اس اللي وراك الجد عاملاه ومجهزاه ومظبطاه. وكذلك الايه الباتن سيت هو برضه جي اس فايلز ويتش مين يعني مظبطاهم مين؟ الاوراكل جيت. فانت اي اوراكل جيت حاجه تستدعيها لازم من جوه تكون قايل لها في الريكواير، انت بتنادي الريكواير قبل الديفاين بتنادي عليها تبقى جاهزه، تبقى جاهزه، تبقى جاهزه تستدعيها وتقومها في الميموري عشان عشان تشتغل. تمام؟ فطبعا الصفحه دي كده اتش ام ال بس مش هتنفع تشتغل، لازم استدعي الحاجات بتاعتها الخاصه بيها. تمام؟ طب انا هستدعيها فين؟ طبعا لو رجعت تحت كده كمان شويه، طبعا يعني ممكن بعد الديف دي تعمل ديف كده ثانيه اخيره بعد اذنكم. واقول مثلا على ستايل واديها باك جراوند كلر بلاك مثلا افوتر يعني، وديها كلر وايت مثلا، وديفادي اي دي نسميها، او ممكن بلاقي كلمه ديب وسلاش ديب احط فوتر يعني حتى اسمه فوتر ما بقتش فيه فايت، بس ما عليك خلينا في الايه في البسيط. واكتب مثلا ايه اول رايت ريزيرفد باي مش عارف ايه يعني اي كلمتين كده طبعا المفروض احط لينكات واظبط، بس انا جبت ايه سطر كده تحت يعني ده الفوتر اللي بيظهر من تحت. تمام؟ ده الفوتر اللي بيظهر عندنا من ايه؟ من تحت. طبعا انت ما احنا طبعا عاملين رن الحاجات بتاعتنا، طبعا تلاحظوا ما فيش غير الاتش ميل بتاع المين بيج اللي ظهر الرئيسي وكلمه اول رايت ريزيرفد بقى فوق السلام مش عارف ايه ظهر. طبعا دي اسمها سيمبل، سيمبل دي اللي هي رمز، ودي احنا بنعملها كده اللي هي اد واختصار وسيمي كولون في الاتش تي ام ال، دي اساسيه في الاتش تي ام ال عشان الحاجات اللي ما بتتكتبش على الكيبورد تظهر زي علامه الكابي رايت دي، بتكتب بس كلمه كابي في النص وما بين العلامتين دول بيطلع لك علامه الكابي رايت بتطلع لك. اللي في النص بقى فين؟ حاجات الاوراكل جيت فين؟ ما قامتش، لو عملت انسبكت ودخلت على الكونسول مش فيش اي حاجه، مش اي مشكله، مش اي ايرورز، هو بس ما قومش حاجات في الميموري فما شافش حاجه. تمام؟ يبقى الدور على ايه دلوقتي؟ الدور على ان احنا البيج جي اس اللي مرتبطه بالاندكس هي اللي تبدا ايه؟ هي اللي ابدا استدعي فيها الباتن سيت واستدعي فيها الاو جي موديول، وفي نفس الوقت يبقى فيها الفاريبل اللي اسمه كرنت موديول وفيها الفاريبل اللي اسمه موديول كونفج عشان الحاجات دي تاخد منه ويبقى عارف هو بيعمل ايه. لو نزلت تحت هتلاقي السكريبت الوحيد اللي متعلق بملف الاندكس هو اسمه مين جي اس. لو رحت على مين جي اس اهو، فعلا مين جي اس كان في بقى ايه الكونفجريشن بتاعت الريكوير جي اس صح؟ الكونفجريشن احنا عارفينها وخدناها في الانترودكشن بتاعت الكلام ده، وفيها استدعاءات بقى لبعض الحاجات وتجهيز للبيج بتاعت الويب والموبايل والكلام ده. اقدر استدعي هنا؟ اه اقدر استدعي هنا. ده صحيح، انا اقدر استدعي واشتغل هنا بدون اي مشكله.
بس انا مش بحب اعمل ده. طالما هشتغل في الديزاين حاجات تخص الديزاين يبقى اشتغلها اعملها ملف لوحديها وخلي الحاجات الاساسيه حاجات اساسيه. ودي سهل علينا ان احنا نقسم الشغل بتاعنا عشان ما يبقاش عندنا يعني مشاكل كبيره. بس انا يعني افضل ان احنا نبدا ملف الجي اس هو هل هيشتغل على الاندكس بيج دي. بعد ما شفنا الاندكس بيج عارف الاندكس بيج الاندكس بيج اهي الملف اللي هيشغل لنا الكنترولز اللي احنا استخدمناها من اوركل جيت ويظبط الكرنت موديول والموديول كونفج والكلام ده كله اعمله ملف لوحده خالص واشتغل. مهم هل اللي احنا قايلينه ده هنا فيه اي مشكله؟ بعرف بطن ست وحط شويه الزراير وهنا الموديول كونفج لسه ما اشتغلناش عليه. دي المكان النافذه اللي هنرجع لها لسه ما اشتغلناش عليها. تمام؟ هنبدا بقى نكتب الكود اللي يشغل الحاجات دي. ماشي بقى ولا في اسئله؟ ما تمام واضح كده.